يلتحق بي الآن عبر الهاتف ياسين حمادي وزير السياحة إن كان جاهزا. مساء الخير. أهلا مرحبا. أهلا بك معنا، مساءك سعيد. بداية ألف مبروك لحصولكم على جائزة شخصية السنة أو شخصية العامة السياحية في المنطقة العربية لعام 2023 على هامش فعاليات أهم حدث سياحي عالمي في برلين للسياحة الاي تي بي. أي معيار أو كيف تم اختياركم؟ أولا اسمحي لي أنا كذلك أن أتقدم لك ومن خلالك لكل النساء وحرائر الجزائر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بأحرى التهاني. إن شاء الله تكونوا دائما حرائر الجزائر كما كانت أسلافكن. إذن الحمد لله أنه هذا الاتحاد العربي للاتحاد العربي للإعلام السياحي وبمناسبة انعقاد بورصة برلين، يعني أكبر حدث كما ذكرتي سياحي عالمي، تم توزيع جدة جوائز التي يسديها هذا الاتحاد العربي للإعلام السياحي، وتحصلت الجزائر، يعني مش ياسين حمادي، تحصلت الجزائر ممثلة في شخص وزير السياحة ياسين حمادي على شخصية العام السياحية في المنطقة العربية لسنة 2023. يعني كل الوزراء وكل الشخصيات التي تنشط خصوصية في يمينها التي تنشط في السياحة هي ترشح في هذا المركز العربي. كان هناك ثلاث شخصيات اللي كانت نوميني في المرحلة النهائية، ومن خلال تصويت كل هذه كل الفاعلين في هذا المركز أو الاتحاد العربي للإعلام السياحي هما صحفيين وناشطين وصناع محتوى، هما اللي اختاروا المعايير وصوتوا لصالح وزير السياحة الجزائري. طيب سيد ياسين حمادي، المعروف أن جوائز الإعلام السياحي العربي هي أكبر الجوائز العربية للتكريم في هذا المجال، برأيك كيف سيساهم هذا التكريم أو تساهم هذه الجائزة في الترويج أولا للسياحة الجزائرية الوطنية؟ شوفي، هو حتى نكون واقعيين أنه قطاع السياحة ومنذ سنوات منذ بداية سنوات الثمانينات كان غائب عن الساحة، فضل يعود هنا السيد رئيس الجمهورية اللي أعطى القطاع هذا حقه وجعله من القطاعات الاقتصادية الخلاقة للثروة والخلاقة لمناطق الشغل، لأنه هو يبدو لي الرئيس الوحيد اللي عرف قيمة هذا القطاع من خلال دمجه في القطاعات الاقتصادية. لأنه في السابق كان قطاع، يعني ما نقولوش قطاع مغفل، لكن قطاع لم تعطى له كل أهمية. جاء اليوم السيد رئيس الجمهورية أعطى القطاع هذا حقه وجعلوا من القطاعات الاقتصادية، وهذا ما أعطانا الدفع أنه نمشيو في هذا المسار ونصبحوا مرئيين على المستوى العالم. وكانت توجيهات السيد رئيس الجمهورية أولا حتى نرجع للسوق السياحية اللي تضر أكثر من 1800 مليار دولار لهذه هي سلة السياحة، لازم نأخذ منها نصيبنا كما خذيناه في سنوات السبعينات السابقة، كنا في التوبتان، يعني كنا مرتبين رقم 8 من بلدان حوض البحر المتوسط الذي يعتبر هو السلة الكبيرة للسياحة اللي تمثل مداخيل والتوافد السياحي على مستوى بلدان حوض البحر المتوسط أكثر من 72% من الفلي توريستيك العالمي. إذا قلت أنه إدارة الجمهورية هو اللي أعطى القطاع هذا حقه وجعله اقتصادي بامتياز. لهذا التوجيهات كانت اولا استرجاع المرئيه الوجهه الجزائريه، لا فيزيبيليتي دو لا ديستيناسيون الجزائري. احنا عملنا في هذا المجال من خلال تواجدنا في كل الصالونات الدوليه سواء على المستوى الخارجي وحتى من خلال تنظيمنا السنه الماضيه لعده مهرجانات وصالونات دوليه، سمحت لنا باش نجيبوا كل صناع المحتوى او صحفيين او حتى متعاملين في قطاع السياحه ليعرفوا ما تكتنزه الجزائر من مقومات سياحيه يمكن ان تجعل منها وجهة سياحية كبيرة وكبيرة جدا وتتموقع وتأخذ مكانتها في الدول وكل الدول السياحية الممتازة. هذا ما خلى هذا المركز هذا يشوف هذه الإرادة القوية والإرادة السياسية للدولة الجزائرية، أنه كان إرادة على أنه تلج أسواق السياحة، وخاصة أنه حبان الله سبحانه وتعالى بمقومات متعددة. السياحة في الجزائر سياحة ليست موسمية كما بعض الدول اللي مشتهرة السياحة الشاطئية لتوريزم بالنيار، أخرى بالجبلية، احنا كل هذه المقومات متواجدة. لهذا السياحة في الجزائر سياحة دائمة مش موسمية، يعني ممكن السائح يجي في أي موسم أو أي فصل من فصول السنة راح يوجد أن برودوي توريستيك اللي يتقدم له،
وقمنا يعني ونطلب منكم ثاني ونلتمس منكم انكم حتى انتم تساعدونا لانكم انتم راكم يعني عنصر مهم في الترويج للسياحه، لترويج البوابه الالكترونيه اللي وضعناها للمسارات السياحيه والمواقع السياحيه للجزائر اللي فيها اكثر من 680 مسار موضوعاتي و 1147 موقع سياحي للجزائر. بما أنك تحدثت عن الإرادة السياسية التي وجب أن تقابلها إجراءات مسطرة من طرفكم كوزارة وصية، الآن نتحدث عن جديد القطاع في الترويج للسياحة المحلية وما سبقتها من إجراءات، الآن هل من ملفات بخصوص الحفاظ على التراث السياحي المادي مع كل الحملات التي تتعرض لها الجزائر من حملات نهب التراث وسرقته؟ وعمليات سطو كذلك. نعم انتم البارح ممكن لاحظتوا أن السيد رئيس الجمهورية أسدى تعليمات، احنا رانا نعمل في هذا الإطار هذا، وبإذن الله في الأيام القليلة القادمة، وأقول أيام القليلة القادمة، راح تشوفوا باللي كاين عملنا عليه، وراه هو بإذن الله في الرتوشات الأخيرة راح يكون لابل دو لارتيزانا، يعني لابل دو لارتيزانا الجيرياني، الصناعة التقليدية راح يكون عندها لو لابيل تاعها، ومن بعد راح يكونوا لي لابيل بالنسبة لكثير من لي برودوي الاخرين، يعني التراث المادي على غرار شدة تمثالية او نحاس قسنطينة او فخار بيدر، وكل كل ما تمتاز به وكل منطقة عندها يعني تراثها، راح ان شاء الله يكون عندهم كلهم هذو، راح يكون عندهم لابيل، ويكون لو لابيل دابور تاع الصناعة التقليدية الجزائرية، وكل منتوج راح يكون عنده إن شاء الله لابيل تاعو إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق في مهامكم، ومرة أخرى ألف مبروك لحصولكم على جائزة شخصية العام السياحية في المنطقة العربية لعام 2023. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا، شكرا، بالتوفيق.